ازيكم يا اصدقاء؟ عاوز اقول حاجه قبل ما ابدا. تلخيص المانجا مش سهل، فبعد اذنكم لو الفيديو ده ما جابش 10000 لايك انا مش هلخص مانجا تاني، عشان بصراحه بتكون متعبه جدا وما بلاقيش الدعم المستحق من المشاهدين. وشكرا لكم على استماعي، ويلا بينا. بلاك ماريا بتهاجم على روبين بهجمات سريعه ورا بعض. روبين متصابه ومش عارفه تعمل ايه قدامها. بتبدا تفتكر ذكرياتها لما كانت في الجيش الثوري بيعلموها فن من فنون الكاراتيه. فعلا يا اصدقاء، التقنيه اللي اتعلمتها منكم دي افادتني كتير في الماضي وشكلها هتفيدني دلوقتي اكتر. وفجاه مع ضحكه بلاك في المكان وذكريات روبين في التدريب، ايه الهزه دي؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وفجاه شكل روبين بيتغير وبيتحول لفلورة الشياطين، شكلها مرعب تجسيدا للشيطان ذات نفسه. ما كنتش عاوز اتحول لكده، لكن انت اللي اضطرتيني ان اعمل كده. بلاك واقفه قدام روبين وخايفه منها، او بالاحرى قدام فلورة الشياطين. قوه مرعبه بتخرج من روبين، وفجاه روبين بتمسك ببلاك بايديها وبتكسر لها رقبتها من اول هجوم. معرفش بقى ده ايقاظ ولا لا، اتباعها واقفين مظلومين. ازاي ده حصل؟ بلاك سان، بلاك سان. وفجاه بروك هو كمان بيقطعهم كلهم وبيهزمهم وهم بينادوا عليها، وبكده هزيمه واحده من التوب روبو والمنتصر في المعركه بروك وروبين. قلعة أونغوشيما طايرة في الجو وفاضل لها 15 دقيقة وتنزل في نص بلد وانو. في الطبق الثالث رايزو ورئيس النينجا اللي كان من أتباع أوروتشي، وكل واحد منهم عمال بيهاجم على الثاني بأسلوب النينجا بتاعه. في نفس الطبق بس بعيد شوية هوكيز واقف ضد كيلر. كيلر عمال يهاجم عليه ويقطع فيه. هوكيز بيعالج نفسه بالأرواح اللي معاه بس خلاص بدأت تنفذ منه. في الطبق الثاني لو وكيد ضد البيج مان. إيه ده؟ أنا اتضربت إزاي؟ وليه بنزف دم؟ في اليمة الثانية عند هوكيز، عاوز أقول لك حاجة يا كيلر، من بين الأرواح العشرة اللي معايا في روح واحدة تبع القائد بتاع كيد، في كل مرة هتضربني فيها ضربة قوية اعلم ان قائدك هو اللي هيتلقى الضرر، ودلوقتي يلا هاجم عليا بكل قوتك. في الجانب التاني وفي طبق العرض تحديدا كوين وكينج واقفين مع بعض. ماركو مش قادر يقاتل تاني وجاب اخره خلاص. سانجي مضروب وواقع على الارض. كوين عمال يهاجم على الساموراي ومش عارفين يتفادى هجماته. اتشوبر حقق انزوره بالمصل بتاعه، لكن عشان جراحه كتير مفعوله لسه ما اشتغلش عليه بالكامل. كينج بيأمر كل اتباعه انهم يدوروا على زورو ويقتلوه حالا. سانجي بيطير بسرعه جنونيه وبيروح يضرب كوين عشان يبطل هجماته دي. بيرقص بيرو بينشل على سانجي وعاوز يضربه من ظهره، لكن وفجاه بنلاقي سيد القطط بيديله في وشه وبيخش هما الاثنين في الحيط. واحد من الساموراي بياخد زورو وبيهرب بيه عشان كينج ما يقتلهوش، لكن كينج برضه بيلحقهم وبيقف قدامهم بيولع النار في ايديه وبيهاجم على زورو. دخول رائع وجامد من ماركو وبيصد ضرب الكينج في اخر لحظه. المعارك شغاله من كل مكان، الوضع ما يطمنش على الاخر ومحتاجين معجزه يقفوا قدام الاثنين دول. كوين هو كمان بيهاجم بالليزر بتاعه، بيقف ماركو وبيقول خلاص انا كده دور انتهى هنا، الدور بقى على النجمين التانيين. وفجاه بنشوف زورو والضمادات بتتمزق من عليه وبدخول جامد وحماسي من الاثنين سانجي وزورو. بيضربوا كوين وكينج في لحظه واحده. ايه الجمدان ده؟ مهما اقول لن استوفي حقكم. باقي الحلف كلهم فرحانين وبيهتفوا للاثنين وبيقفوا هما الاثنين على خشبه المسرح قدامهم. بيحاولوا اتباعهم انهم يهاجموا على زورو، لكن بيجي كاماتسو وبيقطع فيهم. بيفوق كوين وكينج تاني، بيهاجم كوين عليهم هما الاثنين بالليزر بتاعه، لكن بيتفادى هجماته بسرعه جدا. بيقول زورو لسانجي انه يلبس اللبس الجيرمي بتاعه، لكن سانجي بيرفض وبيعرفه انه في كل مره بيلبس اللبس ده في حاجات بتحصل له في جسمه او في حاجات بتتغير. كينج بيهاجم على زورو بسرعه جدا، لكن زورو يقدر يصدها على طول. كوين هو كمان بيهاجم على زورو بالدراع الاليه بتاعته، لكن سانجي هو كمان بيتصدى ليها. كوين بيقول لسانجي انت شكلك زي اخواتك سايبورغ، واكيد رجلك المولعه دي نار برضه، هي احد تجارب ابوك المجنون. لا انا مش زيهم، وبدون احباط ليك انا الوحيد البشري بين اخواتي. انت غبي؟ هو في شخص عادي هيقدر يولع رجليه؟ انت حتى كمان مش من عرق الرونالي. شكله بيقصد على كينج يعني. لا ده لان شغفي اقوى من اللهب على الاطلاق. انا مش عارف ايه معناها بالظبط، لكن كنت اتمنى ان افهم قوه سانجي. بيهاجم سانجي بضربات سريعه ورا بعض وهو غاضب جدا، وبيهاجم زورو هو كمان بضربات سريعه ورا بعض. وفجاه كينج بيتفادى ضربه من زورو وبيديله في وشه وبيرجعه كام خطوه ورا كمان. بيقف زورو مره ثانيه وبيقول له انت كمان بتستخدم الالات في ايدك؟ ليه؟ هو في اسلوب في القتال ان لازم التزم بيه ولا ايه؟ ما يهمش طريقه القتال، المهم الفوز في النهايه. تمام، قاتلني باي اسلوب انت عاوزه، فكده كده انا المنتصر في النهايه. في اليمة الثانيه كاماتسو قاعد مع الزعيم وبيقول الزعيم ان زورو بيفكرني بدايمون السابق لما كان شاب واسمه ايشومارو، وبنعرف ان ايشومارو ده كان شخص قوي جدا وهو من نسل اله السيافين ريوما، وكمان ريوما كان بعين واحده وكان بيقاتل بنفس طريقه زورو. في الطابق الثاني في مستودع الكنوز تحديدا جاك في تطور الهجين بتاعه وبيهاجم على انوروشي، لكن بيقدر انوروشي انه يمسك جاك وبيشقلبه في اليمة الثانيه. بيقف جاك من جديد وبيكلم انوروشي. انوروشي بيتحول لشكل السلونج بتاعهم وبيعرف جاك انه كان مستني معركه زي دي من زمان جدا. في المدخل الرئيسي
القلعه. بيري اوزبير واقع على الارض هناك، ونيكو ماموشي واقف قدامه هو كمان، وواندا وكاروت هناك هما كمان، ونيكو ماموشي بيتحول هو كمان لشكل السولونج بتاعهم. عند المينا بنشوف طاقم لو وهم رافعين السلاح وخايفين. ايه ده، ازاي كايدو جه هنا وازاي عرف مكاننا بالسرعه دي؟ لكن المفاجاه ان في شيء حصل، شيء ما كانش متوقع انه يخطر على بال حد، شيء خلى الجميع واقف في حاله ذهول، وكل واقف مستغرب ازاي ده حصل. كلهم عمالين يبصوا للسماء، لوفي هو كمان واقف مصدوم وبيبص للسماء، شنوبي هي كمان واقفه عماله تعيط ومتخبيه في ظهر لوفي. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ قبل 4 ساعات مومونوسكي بيطلب طلب من شينوبي. الطلب ده غريب شويه، طلب ما كناش فاهمين قصده ايه غير لما شفناه بعينينا. شينوبي انت عندك القدره انك تخلي الشخص يكبر في الجسم. شينوبي واقفه مصدومه ومش عارفه ترد. انت عاوز تعمل ايه بالظبط؟ ارجوك يا شينوبي خليني شخص بالغ في السن. مومونوسكي سما لو خليتك شخص بالغ جسمك بس اللي هيكبر وعقلك هيفضل في هيئه طفل زي ما هو. مومونوسكي مش مهتم بحياته، قرر انه يضحي بنفسه في سبيل شعبه والحلف بتاعه. ده ما يتقالش عليه طفل، ده يتقال عليه شخص حكيم، شخص بيقدر شعبه على نفسه، القليلين منهم الموجودين حاليا في العالم. وفجاه بنشوف مومونوسكي تحول لتنين زي كايدو، تنين وردي عنده كل قدرات كايدو، تنين شكله مرعب. مومونوسكي خلى شينوبي تكبره من العمر 28 سنه عشان يقدر يتحول لتنين كبير زي كايدو ويساعد لوفي ضد كايدو في المعركه. لوفي واقف قدامه متفاجئ هو كمان، واول كلمه من مومونوسكي يلا بينا نحرر بلد وانو. في الجانب التاني داخل القلعة، ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ مش عارفين، بس ده شكله هاكي ملكي. اوسب بيدخل عليهم بدخول كوميديا، وبيعرفهم ان هو هزم 2 من التوبروب لوحده، وان دي هالته هي اللي بتسبب الدمار اللي جنبهم ده، وكل اتباع كايدو بيخافوا منه طبعا، عايش يا اوسب والله. سبيد وإتاما واقفين على جنب بيبصوا على لوفي، نامي بتتصل بفرانكي، هو ايه اللي بيحصل مع لوفي يا فرانكي؟ طب هو بخير؟ فرانكي، ما عنديش أي فكرة يا نامي، أنا زيك، كل اللي أعرفه الكلام اللي قاله مومونوسكي فقط. نامي، أكيد مومونوسكي مع شينوبي دلوقتي، لكن المشكلة إني مش عارف أتواصل معاهم. فرانكي كويس ان مفيش خبر عنهم، ده يعني كده ان هم بخير. المهم لو خلصت عندك تعالي عندي عشان جميع الاعداء فضلوا انهم يجوا عندي هنا في الطابق العرض. فرانكي وشويه من طاقم لو عمالين يهاجموا على اتباع كايدو، وفي نفس الطابق بروك شايل روبين اللي فاقده الوعي وعمال يجري بيها عشان يوديها في مكان امن، وهم ماشيين بيقابلوا اتباع كيد وهم عمالين يهاجموا على اتباع كايدو هم كمان. في معركه السطح كايدو ضد ياماتو، ياماتو بيهاجم على كايدو بهجوم قوي جدا، لكن برضه كايدو بيصدها وبيضحك كمان وبيرجع يهاجم عليه هو بهجوم قوي جدا. ياماتو بتحاول تصدها لكن الهجوم قوي جدا وبيطيرها بعيد. بيقف كايدو وبيقول انت دايما كنت بتقول انك هتقتلني. ايوه ده صحيح، لكن دي مش مشاجره عاديه بين اب وابنه. لكن عاوز اقول لك حاجه، ان اردت لقب اودين فلازم تستعد للحرب. ليه؟ هو الاعجاب بالشخص جريمه؟ في الماضي كنت على وشك الموت من الجوع، وفجاه هاله بتخرج مني وبتسكت جميع الناس اللي حواليا. هاكي ملكي ده علامه كويسه، لو فضلت مصر على انك اودين يبقى موتك افضل ليا. كايدو بيحبس ياماتو في كهف وبيديله مده شهر، لو ما بطلتش تقول اسم اودين ده هسيبك تموت بجد. وكمان بيكون سايب شويه ساموراي معاه في الكهف. ياماتو بيصرخ وبيترجاه انه ما يسيبوش هنا. بيعدي اسبوع وبرضه ياماتو مصر ان هو اودين، وكل شويه بيستخدم الهاكي بدون اراده على الجنود وبيفقدهم الوعي. كايدو بيروح يشوف الوضع وبيكون منزعج جدا من اللي بيحصل. بيقول كايدو للساموراي اللي هناك لو غيرت رايكم في الانضمام ليا نادوا من الفتحه اللي فوق في السطح وانا هاجي لكم. وقبل ما يمشي بيعرف كايدو الساموراي اللي هناك ان ياماتو ده يبقى ابنه. يا ابن اللذينه. الساموراي بيجي لهم شويه غضب جامدين جدا وبياخدوا السيوف بتاعتهم وعاوزين يقتل ياماتو، لكن وفجاه واحد من الساموراي دول بيدي الاكل بتاعه لياماتو، ولما بيشوفوه بقيه الساموراي بيبعدوا عنه. ياماتو بياخده وبدون تردد بياخد الاكل كله على بق واحد بينسفه. ياماتو بيعيط وبيشكره على الاكل ده، ومع العلم ان الساموراي اللي معاه ما اكلوش حاجه من ايام، بس كايدو جاب لهم طبق واحد بس عشان ما يموتوش. كتير قوي والله كده يا كايدو. بنعرف ان الساموراي ده اسمه سابوري، بيكسر السلاسل اللي في ايد ياماتو. بيساله ياماتو انت شايفني اني هصبع واحده من الساموراي؟ بيقول له اكيد في المستقبل ان شاء الله. بعدها بنشوف ان الشخص ده بيشبه زورو جدا. بنشوف ياماتو هو ماسك مذكرات اودين وبيقعدوا هو والساموراي يقراوا فيها لمده 10 ايام. بيسالوا الساموراي ماتوا هو ابوك ممكن يسيبك في المكان ده تموتي؟ بتقول لهم اكيد ده ابويا وانا عارفاه. وبعدها بتنام. بنشوف الساموراي وهم واقفين بيقرروا انهم هيحرروا نفسهم وكمان عشان ينقذوا ياماتو من الموت، وبيكسروا الحاجز اللي على الكهف وبيخرجوا منه. في الحاضر الاثنين بيستعدوا وبيضربوا بعض ضربات قويه جدا بتزلزل المكان كله بالهاكي. في اثناء الوقت ده عند لوفي ومومونوسكي، ايه اللي انت بتعمله ده يا مومو؟ كل اللي عليك انك هتطير بس. انا عارف ده يا لوفي، لكن جسمي مش عاوز يتحرك. انت عارف لما برفع راسي بس بيكون بيني وما بين الارض قد ايه؟ مومونوسكي خايف من المرتفعات ومش عاوز يطير. كلهم واقفين مندهشين. انا مش عارف ليه كبرت جسمك كده وانت مش هتعمل بيه حاجه. لوفي عمال يصرخ فيه عشان يطير وبرضه رافض انه يطير. في معركه السطح ياماتو وكايدو نازلين ضرب في بعض، هجمات قويه جدا بيدمروا كل حاجه حواليهم، مفيش مكان واللي بيكون خرابه من هجماتهم. واخيرا ياماتو بتقدر تضرب كايدو
ضربة قوية بتخليه يركع على الأرض، ولكن ده برضو مش كفاية انه يهزمه او ممكن يخليه يضعف. كايدو جسد الأسطورة بمعناها في المعارك دي، خد قتالات كتيرة جدا ولسه صامت برضو. كايدو بيقوم تاني وبيضرب ياماتو ضربة قوية جدا، بيحاول ياماتو انه يتصدى ليها لكن برضو بتكون صعبة عليه وبتطيره بعيد. بيهاجم كايدو مرة تانية وبغضب شديد جدا وبتفعيل أقصى حدود الهاكي عنده وبينزل بيها على ياماتو. في أثناء الوقت ده مومونوسكي بدأ يطير لكن بيكون مغمض عينيه عشان لسه خايف. لوفي عمال يصرخ عليه وانه يطلع لفوق، مومونوسكي عمال يخبط في القلعه وهو ماشي وبيخش جواها كمان وبيشوف الحلف كله وبيكونوا مستغربين من اللي هم شايفينه. مومونوسكي عمال يدمر في القلعه من جوه وبيطلع من طابق لطابق، البيج مام وكيد ولو واقفين ضد بعض، وفجاه بيلاقوا تنين طالع جنبهم. الكل بيتفزع منه وفاكرين ان ده كايدو، لكن بيقدروا يشوفوا لوفي وهو راكب عليه. لوفي عمال يصرخ عليه انه يفتح عينيه، مومونوسكي عمل زي الطور الهايج ومحدش عارف يوقفه، وكل اتباع كايدو فاكرين ان ده قائدهم كايدو. كايدو واقف على السطح، ياماتو واقفه في وشه بس عماله تنزف في دم من ضربه ابوها الاخيره. كايدو بيقول ان هو اكتفى من ابنه وبيتحول لشكل التنين، وفي نفس اللحظه لوفي بيتحول لسنيك مان. ياماتو بتجري على ابوها عشان تضربه، لوفي بيستعد للهجوم وبضربه سريعه جدا من لوفي وياماتو في نفس اللحظه، وبيضربوا كايدو وبيطيروه بعيد. بيقف الابطال مع بعض، ياماتو ولوفي بيسلموا على بعض. بيقف كايدو تاني، ايه ده انت لسه حي يا قبعه القش؟ وايه التنين اللي انت راكبه ده؟ مومونوسكي مرعوب، بيعرفوا ان اسمه مومونوسكي اودين، الراجل الذي سيكون شوغان بلد وان. ايه ده تنين وردي؟ من الممكن ان ده يكون ايوه هو يا ياماتو، ده مومونوسكي. ياماتو مبسوط ان شاف مومونوسكي مره تانية. لوفي بيقف ضد كايدو والمعركه خلاص هتبدا ما بينهم. في عاصمه الزهور الناس بتحتفل بمهرجان النار ومش شاغلين بالهم باي حاجه، عمالين يرقصوا ويغنوا ومش شايفين الكارثه اللي جايه عليهم. بيفتكر الراجل ده لما اوتاما مشيت من البلد هي وزبيد عشان تساعد لوفي، الراجل ده شكله وراه سر كبير هو كمان. باو، انا معايا تقرير عن التنين المجهول ده حاليا في معركه السطح. السيد الشاب ياماتو واقف ضد كايدو سان، وفي تنين وردي وعليه قبعه القش لوفي، وواقفين في مواجهه كايدو سان هم كمان. كل اللي في القلعه بيسمعوا التقارير دي لكن مش عارفين مين هو التنين الوردي ده. كايدو بيهاجم عليهم باسلوب النار بتاعه، ده هيقتلني يا لوفي، طب ما تعمل حاجه انت كمان يا مومو. بيهاجم كايدو عليهم لكن مومونوسكي في اخر لحظه بيتفادى هجماته، انا مش مستعد للقتال دلوقتي يا لوفي. ايه اللي انت بتقوله ده يا مومو؟ لوفي بيطير وبيتحول للمحرك الرابع وبضربه قويه جدا منه على راس كايدو بيدفنه في الارض. مومونوسكي واقف وعمال يفتكر ذكرياته هو وكايدو لما هاجم عليهم في القلعه وولع كل حاجه هناك. مومونوسكي بيبص لكايدو بغضب، وفجاه بيجري مومونوسكي عليه وبيروح يعضه. بيعضه، كايدو بيصرخ من الالم. مومونوسكي بيفتكر اسوأ ذكرياته مع كايدو وهو لسه عاضد فيه. انت بتعمل ايه يالا؟ انت فاكر ان عضتك دي هتاثر فيا؟ مومونوسكي بيبص له وبيقول في باله لو ما جيتش انت ببلدوانه مش كان ابي وامي لسه عايشين. وفجاه لوفي هو كمان بيجري وبيضرب كايدو بالهاكي الاسمي. المعركه قويه ما بينهم بتزلزل السطح كله. المعركه دلوقتي مش معركه بلدوانه وخلاص، المعركه دلوقتي بقت حياه او موت. في الطابق تحت القمر فجاه الغيوم بتغطيه، انوروش بيرجع من تحوله وبيكون متصاب وتعبان جدا، وجاك واقف وشه، ومش هو كمان متصاب وطالع عينه وقع على الارض. بيرو اسبيرو واقف قدامه هو كمان، الاثنين في حاله يرثى لها. الساموراي هم كمان جايبين اخرهم لكن برضو بيكوموا اتباع كايدو. مومونوسكي ولوفي وياماتو في مواجهه كايدو. لوفي عمال يشجع في مومونوسكي ان يكون شجاع وما يخافش من اي حد في العالم. زورو وسانجي واقفين ضد اقوى اثنين من اتباع كايدو، كوين وكينج. بعضا من الساموراي بيتحمسوا لما بيشوفوا لوفي راجع من جديد. لوفي بيفتكر حرب هو وكايدو قبل كده. كايدو بيرجع للتحول الهجين بتاعه، الاثنين بيجروا على بعض كايدو ولوفي. البيج مام واقفه ضد كيد ولو، كل معلق اماله على لوفي في هزيمه كايدو. تصادم هاكي جامد جدا بيقسم السما النصين، الغيوم بتتشال من على القمر مره تانية. تحول انوروش ونيكو ماموشي من جديد، معركه قويه بين الكل. المنتصر هيفوز بكل شيء، دمار وخراب من كل مكان. يا ترى مين اللي هيفوز ومين هينتصر وايه القوه الجديده اللي هيتم الكشف عنها؟ كل دي تساؤلات بدون اجابات لكن هيتم الكشف عنها في الحلقه الجايه. ما تنسوش يا جماعه اللايك لاني فعلا مش هعمل مجنة تاني لو الفيديو ده ما جابش 10000 لايك. وما تنسوش انكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسلام.